طيب، ما طبيعة الأدوات التي تستخدم الآن من قبلكم؟ طبعا خلال هذه الأشهر السبعة الماضية دمر الاحتلال كثير من المعدات والآليات، لكن ما تبقى لديكم إلى أي حد تستطيعون من خلاله على الأقل يعني إجراء العمليات الأولية بعد كل غارة؟ هو حقيقة الإمكانيات التي تمتلكها طواقم الدفاع المدني هي معدات يعني ربما لا ترتقي لحجم الدمار الموجود، الدمار الهائل، وبالتالي نحن نعول على الكادر البشري بشكل كبير جدا وإمكانياتنا متواضعة جدا، لكن حجم الواقع هنا في قطاع غزة، حجم الاستهدافات هو يعني لمنازل متعددة الطبقات، منازل يوجد بداخلها خرسانة بكميات كبيرة، بمعنى أنه لا يمكن الاعتماد بشكل أساسي على الكادر البشري بقدر ما أننا بحاجة ماسة إلى الإمكانيات والمعدات، ولذلك نعمل بالحد الأدنى. وكما تحدث أن الكثير من المهام التي تخرج إليها طواقمنا تترك خلفها الكثير من المواطنين الذين يبقوا تحت الأنقاض، مع العلم أن هناك الكثير، بل أقول أن هناك المئات من المواطنين الذين كنا نتحدث معهم وهم تحت الركام، وكان هناك قابلية أن نخرجهم على وهم على قيد الحياة، لكن نتيجة عدم توفر الإمكانيات ونتيجة عدم توفر المعدات الثقيلة التي تؤهلنا من أجل انتشالهم من تحت الأنقاض وإخراجهم يموتوا. وبالفعل هذا ما حدث معنا في كثير من المهام في قطاع غزة، ولذلك نحن بشكل عاجل نطالب أن يكون هناك بالفعل إدخال لهذه المعدات الثقيلة حتى طيب نستطيع. هل تواصلتم مع أي جهة سواء إقليمية أو دولية لتوفير هذه المعدات؟ نحن تحدثنا بشكل واضح مع الكثير من المؤسسات الدولية، وكان هناك إطلاق لتصاريح بشكل كبير إعلامية عن حاجة الدفاع المدني لهذه المعدات، وتحدثنا في أكثر من مرة وأكثر من مؤتمر في عن قضية المفقودين تحت الأنقاض، وأن هناك مناشدات بشكل كبير من المواطنين التي يريد منها المواطن ويريد يريد من الدفاع المدني أن يخرج المواطنين من تحت الأنقاض، لكن للأسف لا مجيب حتى هذه اللحظة. و كلما نتحدث مع مؤسسة أو مع الصليب الأحمر، الجميع الإجابة واضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال هذه المعدات إلى قطاع غزة، مع العلم أننا بحاجة ماسة جدا لها، وأن هذه القضية هي قضية إنسانية بحتة، وأن هذه المعدات هي من أجل إنقاذ المواطنين ومن أجل إخراج الشهداء من تحت الأنقاض، لكن للأسف الشديد الواقع والإجابة واضحة من الاحتلال الإسرائيلي على هذه المؤسسات على أنه لا نريد إدخال معدات ثقيلة إلى قطاع غزة. طبعا هذا الأمر يعزز بشكل واضح في ارتفاع أعداد الشهداء ويزيد من حجم الألم الموجود في قطاع غزة ومعاناة المواطنين الموجودة هنا في القطاع. نعم، نعلق فقط سيد بصل على هذه الصور التي وصلت قبل قليل من رفح، كان هنالك غارة على حي الجنينة في شرقي مدينة رفح، وكانت الحصيلة شهيدتين وعدد من الجرحى في هذه الغارة. ما تزال كما نرى في الصور أيضا فرق من الدفاع المدني تحاول إطفاء الحرائق و إخراج المصابين والأحياء من تحت الأنقاض. بالإضافة إلى هذه التعقيدات، هنالك ركام كبير سيد محمود بصل، هنالك حجم هائل من هذا الركام في الطرقات قطاع غزة، يعني هل من السهل عندما تتلقون أي نداء الاستجابة له على وجه السرعة المطلوبة؟ نعم، وبالفعل هناك أيضا استهداف في منطقة رفح لعائلة الخطيب في حي الجنينة، والطواقم تتعامل مع شهيدتان من النساء تم استشهادهم في هذا الاستهداف. وبالنسبة لعمليات تحرك الطواقم في القطاع، بكل تأكيد ربما في بعض الأحيان يكون هناك إعاقة من قبل طواقم الدفاع المدني نتيجة وجود الردم في الشوارع، وبعض الشوارع مغلقة وتحتاج إلى جرافات من أجل أن تفتح هذه الطرق. وللأسف الشديد هناك أزمة موجودة في القطاع، أزمة الوقود وأزمة عدم توفر هذه المعدات الثقيلة داخل القطاع. الاحتلال الإسرائيلي دمر بشكل واضح كافة المعدات الثقيلة الموجودة في قطاع غزة، ولم يتبقى في القطاع إلا عدد قليل جدا. للأسف حتى قضية التعامل
مع الشركات الخاصة في قضية فتح الشوارع، الإجابة واضحة من المواطنين أن هناك احتمالية كبيرة من أن يقوم الاحتلال باستهداف هذه الجرافات، لأن الاحتلال في فترة من الفترات في قطاع غزة، وهذا ما شاهدناه ولمسناه نحن في المناطق الشمالية من القطاع، أن الاحتلال كان يستهدف كل حفار، كل جرافة، كل معدة ثقيلة كانت تتحرك في شوارع قطاع غزة يتم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك تهديد واضح من قبل قوات الاحتلال كل سائقي هذه الأدوات الثقيلة بألا يتعاملوا في إنقاذ المواطنين أو فتح الشوارع أو يعني رفع الركام عن المواطنين المتواجدين تحت الأنقاض، ولذلك هناك تخوف من المواطنين في التعامل في هذه القضية، وهذا حقيقة يزيد أو يزيد فعلا من العبء الموجود ويزيد من المعاناة الموجودة في قطاع غزة، ولذلك نحن نطالب أنها ونقول أن هذا الأمر هو أمر إنساني خدماتي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل خطر على الاحتلال الإسرائيلي كما يدعي الاحتلال، ولذلك نطالب من هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية حقوق الإنسان كل المختصين أن يعني يضغطوا على الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يكون هناك سماح لهذه الطواقم بالعمل بأريحية، وأن يكون هناك إدخال لهذه المعدات الثقيلة حتى نقوم بواجبنا على أكمل وجه في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، كنت معنا من غزة.